لماذا يعني؟ وهذا انا يعني ما اقول الا ان هنالك اخفاق من المجتمع الدولي في ايصال الرساله الواضحه بانه ايران بتوافقها مع الحكومه الانقلابيه هي انقلاب بحد ذاتها على المجتمع الدولي، يعني هذه حكومه غير شرعيه. وارسلت سفيرها ايرلو، ايرلو معروفه تاريخه اين كان واين كان يعمل، ولما يعني ذهب الى بالرغم من خطوره الموقف ولكنه اراد ان يذهب هناك لاداره العمليات العسكريه. هؤلاء عندهم مخطط من 2002 او 2003، هذا المخطط منذ ايام ما كان صالح، وكان يستغل صالح هذه الفوضى في اليمن، اما انه يقول والله المجتمع الدولي لمحاربه الارهاب، او يهدد به دول الجوار بانه هذه جماعه تدعم من قطر، تدعم من بعض الدول التي تدعم الاخوان المسلمين حتى يحدث هنالك. ويعني اصبح الموضوع معقد. ايران اكدت بتواجدها بظل وجود ايرلو السفير، هذا اول خطا دولي. تواجدها لاداره العمليه العسكريه، ليش يا سيدي الفاضل؟ اصبح هنالك في يعني نوعا ما تفوق، ليس بالتفوق على قوات التحالف وامكاناته، ولكن التفوق الميداني الذي يعني بما ان كان الحوثي لم يستطع يتقدم شبر في الميدان، اصبح يعني يحتل مدن جديدة. وهذا لا يؤكد بان هنالك تدخل ايراني، واداره العمليات العسكريه تقام وتدار من قبل الايرانيين في اليمن. ما حدث مؤخرا، والله زي ما تفضلت انت، هنالك ضرب او يعني تضارب في الاقوال، لكني ما رانا العمليات العسكريه كثفت بامكان، يعني ان كان تذكر حديث السيد احمد عسيري اللي هو المتحدث باسم قوات التحالف، يقول نعلم اين الحوثي، والحرب اخلاق ليست هي قتل بشر، انما هي اراده الحرب ليست تقتل فلان ولا تقتل فلان، فهذا يعتبر شغل عبثي، يقول نعلم اين فلان واين فلان ولدينا المعلومات، ولكن لا، نحن لا نذهب الى هذا الامر. حتى اثناء وصول السفير الايراني يعني بالتاكيد هنالك عمليات استخباراتيه، الجميع يعلم وين مكانها، ولكن انا اعتقد ان تدخل لاداره الحرب ما يبدو لي انه اصيب جراء هذه العمليات العسكريه المكثفه. يعني حضرتك تكلمت في التقرير المميز، يعني تقريبا اكثر من 60 الى 70% مقارنه بالاعوام السابقه، فهنالك ضربات جويه مركزه على مراكز العمليات، مراكز التدريب، اعاده التصنيع، يعني كافه مشتقات او متطلبات تكوين عمليات عسكريه. فما وصل او ما حصل للسفير الايراني، انا اعتقد واؤكد، هو ليست كورونا، يعني لنكن واقعيين، يعني كورونا امرها مختلف تماما، لا، حدث بعد العمليات العسكريه. واذا كان هو موجود اثناء هذه العمليات فليتحمل مرشد ايران والحرس الثوري والداعمين للثوري والداعمين لهذه الفوضى في المنطقه ما حصل له، وسوف يحصل اكثر من ذلك. لانه في التقرير او في بدايه كلامك تكلمت حضرتك اثناء وجود سيد بايدن بان هنالك منع بعض الصواريخ عن المملكه العربيه السعوديه، يعني تم تزويد المملكه بصواريخ هي جو تقريبا، ولكن تم اعاده تزويد مخازن المملكه، وتعاونت المملكه مع اليونان، وكذلك اعتقد العلاقات السعوديه التركيه الان عائده الى نصابها الصحيح. قامت الولايات المتحده بدعم قوات التحالف، وهذا يعني ساعد في الحقيقه الى انه يكون هنالك تفوق نوعي جوي، وحصل بانه هنالك ليس تساهل في ضرب هذه المراكز التي تحدثنا عنها من بدايه المعركه، من اشتعال الصراع في عام 2014 كنا نراقب، في عام 2015 تحدث بانه اذا دول التحالف اعطت فرصه للحوثي يستغل الاماكن المدنيه وسوف تاتي ايران وسوف ياتي من يدعمون له، بيكون الصراع صعب جدا ومن الصعوبه بمكان اخراج الحوثي واعادته.